السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد على القناة وفيديو جديد. نتمنى يا ربي يلقاكم في أحسن الأحوال بصحة جيدة إن شاء الله. وكما كتشوفوا على الصور اليوم غادي نصيب بانكيك بالشوكولات والكراميل، كيكون في وسط منه الكراميل. دائما عندي أنا لينا كتبغي لي بانكيك ودائما كنشكل فيهم، وعندي بزاف ديال الوصفات راهم في القناة، وصفات يعني ناجحة 100%، وهذه وصفة من الوصفات الناجحة واللي بغيت نشاركها معكم هكا باش تشكلوا وليداتكم الكوتي وحتى الفطور. هي الاغلبيه كتصايبهم معايا اما نهار الاربعاء ما كتكونش المدرسه، اولا كنصايبهم نهار الحد، وهكا كيديروا لنا واحد اليومين ولا ثلاث ايام مع المادلين ولا شي حاجه اخرى اللي كنصايبوها. المهم هاد النهار غادي تصايبهم معايا، ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. ما تنساونيش بلايك، تعليقاتكم زوينه، ويكتو اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش الاشتراك، ضغط على سابوني او اشتراك وعلى الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. اذا هنا على بركه الله غادي نبداو. عندي 3 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، 125 غرام ديال الزبده، عندي 100 غرام ديال السكر، انا استعملت البني تقدروا تستعملوا الابيض، وعندي 80 غرام ديال الدقيق، انا هنا غادي نستعمل دقيق ديال الحنطه الروميه اولا فارين دي بودر، تقدروا تستعملوا الدقيق الابيض العادي. عندي هنايا 7 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، وعندي هنا 250 غرام ديال الشوكولات الاسود، عندي هنا 205، وست هنايا 45 غرام ديال الشوكولات الاسود من طبيعة الحال ديال الحلويات. اذا هنايا بالنسبه اول حاجه غادي نديروها هي هاد الشوكولات، هذا غادي نحاولوا اننا نذوبوه في الميكرووند ولا ذوبوه في حمام مريم، المهم نتوما واللي بغيتو. انا هنا غادي نحاول نهرسهم باش يسهل عليا الذوبان، غادي نديرهم في الميكرووند يذوبوا بسرعه، وهكا غادي نزيد معاهم حتى ديك الزبده. المهم نتوما الا كنتو غادي ديروها في حمام مريم طبيعة الحال غادي تكونوا كتحركوها الميكرووند، عاوتاك ما تخليوهاش تحرق لكم الشوكولاتة، يعني غير تحاولوا انكم غير تبدا كدوب صافي، وغادي تخرجوها واخا يبقى لكم شي طريفات. انا هنا عطيت لينا هي اللي راهي كتحرك الشوكولاتة، هي بغات ديرهم، ولكن كاين الحوايج اللي كيجيوها شويه صعابين ضروري ما نعاونها، وهذا يعني كنصحكم باش تعاونوا وليداتكم بحال هكا تحفزوهم انهم يدخلوا الكوزينه يطيبوا داكشي اللي كيبغيوه باش كيعطيهم اونفي انهم ياكلوه. المهم هذه انا دائما مره كندخلها بحال هكا، الحويجات ساهلين اكثر يا الحلوين كتبغي ديرهم هي ما عندهاش مشكل. صافي هنا كما شفتوا خلطت السكر مع البيض، غادي نخلطهم مزيان، وبالنسبه للدقيق والخمره ديال الحلوه غادي نخلطهم حتى هما مع بعضياتهم بطبيعه الحال، خص يكونوا مغربلين. بالنسبه هنا ديروا قبصه ديال الملح، انا الزبده عندي ملحه شويه يعني ما مسدتش الملحه، نتوما الا كانت عندكم الزبده مالحه زيدوا واحد القبيصه ديال الملحه. هي راه كتحرك ونزلت لها البيض والسكر، ولكن دابا خصني نخلط بسرعه باش البيض واخا يعني الشوكولاته راه بارد شويه، ولكن احتياطي باش ما يطيب لناش البيض نحركو بسرعه في الاول. صافي كتشوفوا الخليط هو كيكون ثقيل بحال هذا الشكل هذا، داكشي علاش ما فيهش الدقيق بزاف، يعني تقدروا نتوما هذه الكميه انا اللي درتها تقسموها ديروا غير نصف الكميه يعني ماشي كلها. انا هنا غادي ندير 12 ديال الكاب كيك ولا 12 ديال المادلين. بالنسبه للدقيق كما قلت لكم 80 غرام، يعني ما تكثروش بزاف، ماشي تقولوا راه قليل ولا بحال هكا. انا غادي نغربل هنايا الدقيق مع الخماره ديال الحلوه، وغادي نزيدهم وحنا كنحركو كنزيدو بشويه بشويه وحنا كنحركو بطبيعه الحال. الفران هنا غادي نديروه يسخن على 200 درجه. صافي انا هنا كنحرك كنغربلها عفوا، وهي راهي كتحرك ضروري ما دير يدها. صافي بالنسبه للكب كيك غادي تاخذوا اولا غادي نحتاجوا عفوا الكراميل، نسيت ما قلت لكمش الكراميل، انا غادي ناخذ تاخذوا الكراميل اللي كيكون بحال هذا الشكل هذا، كيكون رطب ما يكونش قاسح. انا عندي غير هادو اللي بقاو لي غادي نديرهم، والاخرين غادي نديرهم عادي، رش عليهم حبيبات ديال الشوكولات. هنا بطبيعه الحال عندنا دوك الكويغطات ولا لي كاسات ديال الكب كيك، الا ما عندكمش تقدروا غير هذاك الاناء دهنوه بالزبده وترشوه بالدقيق، وتقدروا ديروا حتى المول ديال السيليكون يعني كيف كيف. صافي هنايا ما غاديش نعمرهم كاملين، غادي تحاولوا انكم ديروا النص ديال الكويغطات يعني ما تعمروهش كامل، باش نخليو البلاصه فين نديروا هذيك الحبه ديال الكراميل.
هذا كيجي زوين، كيعجبهم الدراري اكثر ملي كيحلو في الوسط كيلقاو داك الكراميل كيجيهم زوين. صافي هنا غادي نكمل انا على هذا الشكل هذا، يعني حتى كنكمل هاد كما قلت لكم هاد الكميه هذه عطاتني 12 حبه، تقدروا ديروا نصف الكميه او لا تضاعفوها، ولكن الاحسن انا كندير بحال هكا شويه بشويه، ملي كيسالي وكندير لهم عاوتاك شكل اخر. صافي هنا غادي ندير داك الحبات ديال الكراميل، تقدروا ديروا الا ما عندكمش كراميل ديروا الشوكولاط، يعني هذاك الشوكولاط طريفات تقدروا ديروه، كيما تقدروا ديروا داك الشوكولاط الابيض ولا داك بونتي ماغس وداكشي تقدروا، بشي مرات كيبقاو لنا ديك حبه حبه كنتلفوا ما نعرفوش شنو نديروا بهم، تقدروا ديروهم في الوسط يعني حتى هما كيجيو المذاق ديالهم زوين. صافي انا غادي نحطها في الوسط هنايا وغادي نغطي بالبقيه ديال العجين. كما قلت لكم ما عنديش انا بزاف، بقاو لي غير هاد الخمسه ولا سته الحبات ولا مع سته الحبات اللي بقاو لي، والاخرين غادي نرشو فوق منهم الشوكولات حبيبات او لا تخليهم هكاك، تقدروا ديروا فيهم الكركاع ولا اللوز يجوكم بحال البراونيز. المهم نتوما الدراري راه غادي يعاونوكم، وهما راه عندهم تبارك الله الافكار غادي يعاونوكم فيهم. صافي هنا غادي نغطي عليهم، نكمل ديك الكميه كامله نوزعها عليهم وندخلهم الفران. بالنسبه للفران كما قلت لكم يكون ساخن على 200 درجه من قبل، وغادي تدخلوهم يطيبوا بين 12 حتى 15 دقيقه على حسب الفرن اللي عندكم. انا غادي نشعل عليهم الفوق والتحت بالمروحه. صافي انا خداو مني هنايا 15 دقيقه بالضبط. من بعد ما تخرجوهم غادي تخليوهم هنايا كيبردوا واحد شويه. صافي ومن بعد كتقدموهم لوليداتكم، يا اما الكوتي ولا الفطور كيجيو كيحمقوا الصراحه، راه حنايا كبارين وما كرهناش ناكلو منهم، ولكن ما عندنا ما نديرو مره مره ماشي مشكل، نقدروا ناخذو حتى حنا علاش لا. هادو كان بالنسبه للوصفات الخاصه بالكوتي ديال الدراري. كما قلت لكم مره مره غادي نبقى ندير وصفات خاصين بصيام متقطع ووصفات خاصين بالكوتي ديال الدراري اولا الاكل اللي يلاق الفطور ديال الوليدات. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم وطبقوها وتعجب وليداتكم، الا جربتوها ما تنساوش تكتبوا لي هذا الشيء في التعليق. نخليكم مع الصور ونقول لكم تهلاو فريوسكم، تهلاو صحيحتكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.